بخصوص بقى القرارات اللي تم اتخاذها النهاردة من مجلس الوزراء بحظر استيراد الدراجات النارية أو البخارية والتوك توك لمدة سنة، تقرر تكليف وزير المالية بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام، بالإضافة كمان لمنع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة 3 أشهر للدراسة. معانا على التليفون نعرف تفاصيل أكتر مع حضراتكم سيادة السفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير يا سيادة السفير. أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله يا فندم. سيادة السفير، نفهم أكتر بقى عن القرارات دي ومسألة برضو أنه في 3 أشهر للدراسة، وبالإضافة كمان أن المفترض هيكون في ضوابط صارمة للموتوسيكلات أو التكاتك اللي موجودة في الشارع حاليا. بالضبط بالضبط، زي ما حضرتك تفضلتي، هو هيتم منع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك لمدة عام، أيضا استيراد المكونات الإنتاجية ليهم لمدة 3 أشهر للدراسة والتقييم وتأثير ده على عمليات الإنتاج. تمام. وفي نفس الوقت ضوابط صارمة أشرت إليها حضرتك بالنسبة لشراء وترخيص أي دراجة جديدة. هيحصل إيه بقى؟ هيبقى في ضوابط صارمة، الغرض من الشراء الترخيص، التأكد من استخدام الدراجة البخارية، يعني هتكون الأمور أكثر انضباطا وحظرا. يعني مش أي حد عايز يروح يرخص يرخص وهو واقف. لا لا، يعني الأمور القرار طالع بكذا هدف، أولهم إن الدولة تستعيد هيبتها من جديد، وبتفرض القانون على الكل الكبير والصغير، وأيضا بتعيد الانضباط والنظام إلى الشارع المصري. كل ده في إطار منظومة تهدف في الأساس إلى عودة الأمن والأمان للمواطن المصري. طب في نقطة برضو مهمة، علشان يعني في ناس، احنا ما بنقولش طبعا كل راكب دراجة بخارية يعني هو مشروع إرهابي أو ممكن يقوم بأي عمل لا قدر الله، لكن في ناس عندهم موتوسيكلات غير مرخصة، فهل في مهلة لتوفيق أوضاعهم يروحوا بالضبط يعني؟ بالضبط، هيبقى هناك مهلة مؤقتة لمدة 2 أسبوع سواء لمالكي الدراجات البخارية أو التوك توك لتوفيق أوضاعهم. هو الغرض من القرار ليس يعني مش إيقاع الأذى بأي شخص أيا كان، حتى من لم يوفق أوضاعه متروك له فترة 2 أسبوع، وحتى بعد ذلك يكون لكل حادث حديث بحيث لا يدار أي يعني بريء. الغرض الأساسي هو زي ما قلت لحضرتك عودة الأمن، اللي ليه أولوية أولى على أي شيء آخر في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها.